سؤال بيقول: لماذا أرسل يوحنا تلاميذه للمسيح يسألوه إن كان هو الآتي أم لا؟ ألم يتقابلوا بالرغم من سيرة القرابة؟ وأيضا معمودية المسيح كانت قبل أم بعد هذا؟ لا، معمودية المسيح كانت قبل هذا السؤال، وطبعا في معمودية المسيح يوحنا شهد أن ده ابن الله. ساعة ما يوحنا أرسل تلاميذه كان يوحنا في السجن. طب إيه، هل هو شك في المسيح فبعت يسأله؟ لا، يوحنا ده إنسان عظيم، مش ممكن يشك في المسيح. أمال إيه اللي حصل؟ إن تلاميذه بيزوروه في السجن، هم اللي سألوا يوحنا: هو يسوع النصير اللي أنت شهدت له هو الآتي أم ننتظر آخر؟ فهو بكل ذكاء وحكمة قال لهم: روحوا اسألوه عشان يتقابلوا مع المسيح. فراحوا للمسيح سألوه: يوحنا أرسلنا نسألك أنت الآتي أم ننتظر آخر؟ فالمسيح برضه بطريقة عملية ما قال لهم: شو روحوا قولوا له أيوة أنا، أنت مش عارف يوحنا ولا إيه؟ قال لهم: خليك وقف جنبي. وهم واقفين جنبه، العمي يبصرون، الشل يصحون، المرضى يشفون الآخر. قال لهم: روحوا قولوا اللي انتوا شفتوه بعينيكم، اللي هي النبوة اللي جات في أشعياء، إن لما يأتي المسيح هيشفي المرضى ويقيم الموت. ودي بتعلمنا درس حلو، لما حد يجي يسألني سؤال، طبعا أنا في البرنامج أنت تسألني بجاوبك، لكن إيه رأيكم لما تكون قاعدين في اجتماع وقدام الشباب حد يسألني سؤال، أقول لهم: يا شباب حد عنده إجابة؟ أو أسأل نفس الشخص اللي سألني: طب أنت إيه رأيك؟ يقول لي: ما أنا مش عارف عشان كده بسألك. طب نفكر مع بعض. ليه؟ لأن الإجابة اللي بتتقال مباشرة بتتنسي، بدليل إن إحنا بقالنا سنين بنجاوب أسئلة بتتعاد تاني. لكن أنا بقولك اعملي فيها بحث، تعال ندور مع بعض، اسأل زملاتك واتفقوا وتعالوا قولولي. الطريقة البحثية دي طريقة تربوية، روح بنفسك اسأل، روح بنفسك دور. فدي طريقة جميلة. والمسيح لما يقول تعالى وانظر، شوف بعينيك عشان تبقى انت بتكون خبرتك الشخصية بناء على التلامس الشخصي مع المسيح.